حول ذلك ينضم إلينا من الدمام المحلل السياسي الأستاذ عبد الرحمن الملحم. أستاذ عبد الرحمن، أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة. إذن من جديد، أيادي البطش الإرهابية تحاول النيل من التنمية في القطيف، كيف تقرأ هذا التحرك الجديد لهذه الفئة الإرهابية؟ نعم أختي الكريمة، هذا حقيقة امتدادا لأيادي الاخطبوط الإرهابي الإيراني في المنطقة، والذين يحاولون بقدر المستطاع مد جذور الإرهاب في دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. هؤلاء الفئة حقيقة منذ فترة كثيرة قامت إيران حقيقة بتجنيد مجموعة من ضعفاء النفوس، هم طبعا إرهابيين جندوا أنفسهم لإرضاء دولة الشر والإرهاب إيران. هم حقيقة يعتبرون خونة، باعوا الوطن وتنكروا لخيرات الوطن وتنكروا لكل ما من شأنه إرضاء الوطن لصالح إرضاء دولة الشر والفتنة إيران، وذلك لزرع الإرهاب بشتى أنواعه في المملكة العربية السعودية وأيضا دول مجلس التعاون. ولكن هناك حقيقة نقطة أود نوجهها، أن ولله الحمد المملكة العربية السعودية صارت مضرب المثل في جميع دول العالم في تحقيق أكبر نسبة بالقضاء على الإرهاب. قوات الأمن الباسلة استطاعت أن تضع يدها على الوكر الذي كانت يقبع فيه هؤلاء الفئة، تعاملت معهم في البداية على أن يسلموا نفسهم ولكن لم يستجيبوا، وكانت حقيقة التبادل بإطلاق الرصاص، قتل منهم من قتل وأسر منهم من أسر. الموضوع ما فيه أن المملكة العربية السعودية أعطت مهلة أكبر وأكثر وأكثر لهؤلاء ضعفاء النفوس الذين طوعت لهم أنفسهم خيانة الوطن والامتثال لتعليمات الحوزة وتعليمات الملالي في إيران إرضاء لهم ولتدمير منشآت الوطن وقوات الأمن في الوطن وكل ما يعنيه الوطن. لكن المملكة العربية السعودية ولله الحمد تحت قيادتنا الحكيمة استطاعت القضاء على هذه الفتنة، ونحن والمملكة السائرة في طريقها للقضاء على أوكار هذه الفئة أينما كانوا. في الواقع حقيقة قبل ذلك كانت أهم وكر كان موجود في المنطقة الشرقية في محافظة القطيف هي العوامية. الآن العوامية حولتها الدولة من وكر للإرهاب إلى معلم سياحي. الآن العوامية المملكة العربية السعودية الدولة أعزها الله حولت هذه المنطقة التي كانت يجتمع فيها أوكار الإرهابيين، حولتها إلى معلم سياحي يضج بالحدائق والمنشآت والشواطئ والمنتزهات، حتى أصبحت معلم من معالم المنطقة الشرقية. نعم، وبني أستاذ عبد الرحمن بأيادي أهالي القطيف أنفسهم، ولكن تأبى أيادي الإرهاب السوداء والضالة إلا أن تهدم ما يتم بناؤه في القطيف. أستاذ عبد الرحمن، كيف قرأت اليقظة الأمنية وهذه العملية الاستباقية؟ أختي الكريمة، قوات الأمن متيقظة جدا لكل ما يدور في هذه المناطق الإرهابية والتي يتجمع فيها الإرهابيين أو هم مقصد للإرهابيين، سواء كانت منازل أو مزارع أو مستودعات أو إلى غير ذلك. فقوات الأمن متيقظة جدا، قوات الأمن مسيطرة على الوضع جدا، فهؤلاء حقيقة يعطونهم فرصة إلى أن تكون أكبر تجمعات ثم يتم القبض عليهم. لكن لما أعنيه على أن هناك فعلا كما تفضلت قبل قليل أن هناك أيادي هم شرفاء من أهل القطيف الذين يأبون أن يكونون تحت طائلة الشر وتحت طائلة امتداد الأخطبوط الإيراني، وهم في الحقيقة البعض يتعاون ويسارع يتعاون مع الدولة في البلاق عن هؤلاء المجرمين، عن هؤلاء الإرهابيين الذين يأبون حقيقة أن تكون القطيف مركز لهذه الأوكار ومركز لتوطن الأشرار وتوطن الإرهابيين، وهذا حقيقة يعني يسجل لبعض فئاتهم الموجودة لهم بالشكر. ولكن الدولة أعزها الله، أمن الدولة سائرة في برنامجها للقضاء على الإرهابيين، ونحن نسعد كثيرا أن حديث أكثر دول العالم تتحدث عن تجربة المملكة العربية السعودية في التعامل مع الإرهاب ومع الإرهابيين، حيث حقيقة حققنا أعلى نسبة في القضاء
على هذه الأوكار وعلى هذه المجموعات وسائرين للقضاء عليها حتى تنظف محافظة القطيف والقرى التابعة لها من جميع أوكار الإرهابيين، وينتهي الأخطبوط الإيراني ومد الأخطبوط الإيراني في المنطقة بإذن الله. بإذن الله. أستاذ عبد الرحمن، ما دلالة تعقب العناصر الإجرامية بمثل هذه العمليات؟ الدولة ممثلة في أمن الدولة كما ذكرت قبل قليل تتعقبهم وبشكل مستمر وبشكل واضح عن طريق حقيقة أناس يعني مجندين لصالح الدولة، لصالح الوطن، لصالح أمن الدولة، وكذلك هناك فئات تريد حقيقة التعاون مع الدولة، وهم حقيقة من أهل القطيف يريدون التعاونون، يريدون القضاء على هذه الفئات، لأنه بعضهم أختي الكريمة هؤلاء دخلاء على القطيف، دخلاء على المملكة العربية بالتأكيد السعودية. بالتأكيد أستاذ عبد الرحمن، وهم بلا شك لهم هدف خبيث بفكفكة النسيج الاجتماعي الواحد داخل المملكة العربية السعودية. على كل حال شكرا جزيلا لك من الدمام، كنت معنا المحلل السياسي الأستاذ عبد الرحمن الملحم.